أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول باب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام نور الله عز وجل، من كتاب الكافي الشريف. الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو هذا النور؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: النور في هذا الموضع علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. أولا لنبحث في تفسير هذه الآية الكريمة، وهي من جلائل آيات القرآن الكريم، وكل آيات القرآن جليلة. شأن نزول هذه الآية في أهل الكتاب. أهل الكتاب حينما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رسولا انقسموا إلى قسمين: قسم منهم وهم الأقل آمنوا به ونصروه وآمنوا بما جاء به صلى الله عليه وآله، والقسم الأكثر منهم الذين عارضوا الرسول صلى الله عليه وآله وكذبوه بل وحاربوه. وهذا أمر يحدث في الأمم كثيرا. أمة تسير على منهج، فإذا جاء منهج صحيح أو أصح من منهجها عادة يتمسكون بمنهجهم الباطل أو يتركون المنهج الأصح، لأنهم تعودوا على ذلك وارتبطت به مصالحهم إما حقيقة أو توهما وتخيلا. الذي يولد في مجتمع نصراني، عشيرته نصرانية، أقرباؤه نصارى، تعلم على أكل لحم الخنزير وعلى شرب الخمر، هذا الشخص إذا أراد أن يسلم يكون الإسلام بالنسبة إليه صعب، لأنه لازم ينفصل عن مجتمعه. غالبا المجتمع يرفض الذي يغير دينه، ويلزم عليه أن يغير عاداته في أكله، في شربه، في زواجه، في نكاحه، في كل شيء، وهذا يصعب على الناس، ولذلك عادة يظلون متمسكين بطريقة آبائهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. فبعض أهل الكتاب آمن بالرسول صلى الله عليه وآله، هذه الآية تمدحهم وتبين أوصاف الرسول صلى الله عليه وآله. الذين يتبعون الرسول النبي. ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ ذكرنا فيما مضى أن كل رسول هو نبي، لكن ليس كل نبي رسولا. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نبي ورسول، أما يحيى نبي وليس برسول. الفرق لغة وكذلك اصطلاحا بينهما أن النبي نسبة هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنبأه، أخبره، جعل فيه هذه القابلية وأعطاه ومنحه هذا المنصب، فبهذا الاعتبار يقال له نبي. أما الرسول هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم سواء قلوا أم كثروا لكي يرشدهم ويهديهم، فالرسول باعتبار ارتباطه بالناس يبلغ رسالات الله، والنبي باعتبار ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبأه ونبأه وجعل له هذا المنصب والقابلية. فلذلك كل رسول نبي. الله لا يرسل أحدا إلى قوم من غير أن يجعله نبيا، لكن قد الله سبحانه وتعالى يختار نبيا من دون أن يرسله إلى قومه، وإنما جعله نبيا ليشع نورا في هذا المجتمع، إنسان صالح في مجتمع، وهو تحت ظل رسول آخر. يعني الرسول كان عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يحيى تحت ظل هذا النبي إنسان صالح يدعو الناس إلى اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فكل رسول نبي، وبعض الأنبياء رسل. محمد صلى الله عليه وآله رسول نبي أرسله الله ونبأه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الصفة الثالثة أنه أمي. الأمي فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه نسبة إلى الأم، هذا الإنسان أمي، منسوب إلى أمه كيوم ولدته أمه. الأم شنو معناه؟ معناه الذي لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد. إحنا الآن هم نستعمل الكلمة بهذا المعنى، نقول فلان أمي. المعنى الحقيقي أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لم يتعلم عند أحد لا القراءة والكتابة ولا غير ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية أفاض عليه العلوم كلها، ومن جملتها القراءة والكتابة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله الله علمه القراءة والكتابة بطريقة إعجازية، لكن هو تعلم عند أحد؟ يعني ذهب إلى مدرسة، إلى مكتب، إلى معلم يعلم القراءة والكتابة؟ كلا. رسول الله في طيلة حياته استعمل القراءة والكتابة؟ كلا، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هو يعرف لكن ما استعمل. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت يبين السبب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني واحد غير مسلم يشوف هذا الرجل لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد ولم يستعمل في طيلة حياته القراءة والكتابة وجاء بهذا القرآن، يذعن إذا ابتعد عن أهوائه وعن ميوله وشهواته، يذعن بأن هذا الرجل رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن معجزة. وحتى لو واحد عارف القراءة والكتابة يأتي بهذا القرآن فهو معجزة، لكن جهة الإعجاز الأخرى أن هذا القرآن الذي لا يتمكن أحد أن يأتي بمثله صدر عن رجل، يعني كان مبلغا له، وذلك الرجل لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد ولم يستعملهما قط في طيلة حياته، فإذا إذا أنت تشوف في بعض الروايات أكو نهي للذين يقولون أن رسول الله لم يكن يعرف الكتابة والقراءة، هذا نهي عن الذين يقولون لم يكن يعرف، يقولون ما كان يعرف أصلا، بعض العامة هكذا يقولون ما كان يعرف. نقول كلا، رسول الله كان يعرف لكن بطريقة إعجازية. نعم لم يتعلم عند أحد القراءة والكتابة، ولأنه لم يتعلم لذا قيل له الأمي. هذا الاحتمال الأول في نسبة الأمي إلى الأم. الاحتمال الثاني في نسبة الأمي أنه نسبة إلى أم القرى، نسبة على غير قياس، لأن القياس في النسبة أنه ينسب إلى الجزء الثاني، لأن يقال قروي أم القرى إذا مضاف ومضاف إليه من الأب أو الأم، وكلمة أخرى ينسب إلى الجزء الثاني لا إلى المضاف اللي هو الجزء الأول. هذا القياس في اللغة. لكن كثرت النسب غير القياسية في اللغة، مثل عبشمي نسبة إلى عبد الشمس مع أنه القياس أن يقال شمسي، عبدري نسبة إلى عبد الدار مع أن القياس أن يقال داري. إذن الأمي حسب الاحتمال الثاني منسوب إلى أم القرى، حسب القياس كان ينبغي أن يقال قروي، لكن العرب على خلاف القياس قالوا له أمي نسبة إلى أم القرى، وهذا أيضا مروي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. كلا الاحتمالين موجودان في كلمة الأمي، الذي لم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد، أو الذي هو منسوب إلى أم القرى وليس منسوبا إلى بني إسرائيل، لأن اليهود كانوا يتوقعون ويرغبون في أن يكون النبي في آخر الزمان هو منهم، لذلك جاءوا وقطنوا المدينة وأطراف المدينة، لأنه في كتبهم رأوا أن النبي يخرج من هذه المنطقة، فطمعوا بأن يكون النبي منهم، فجاءوا واستوطنوا هذه المنطقة وأطرافها. لكن لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وبعثه الرب سبحانه وتعالى، علموا أنه من العرب من بني إسماعيل، وهم كانوا يستحقرون بني إسماعيل، لأن إسحاق أمه كانت حرة وإسماعيل أمه هاجر كانت أمة، فكانوا يستحقرون العرب لأنهم من ذرية إسماعيل الذي أمه أمة، فلذلك العصبية والمصالح سببت أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويحاربوه، مع أنه قبل البعثة كانوا يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وآله كما في الآية الشريفة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن الصفة الثالثة لهذا الرسول الذي يجب عليهم أن يتبعوه الأمي. الصفة الرابعة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الأنبياء السابقون بشروا به. اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان مذكورا في التوراة والإنجيل الأصليتان غير المحرفتين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لأن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وموسى عليه السلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأنبياء بشروا برسول الله محمد. لكن هؤلاء حينما ظهر الرسول صلى الله عليه وآله حرفوا في التوراة، حذفوا اسم الرسول من التوراة حتى يحافظون على موقعيتهم بين عوامهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وحتى التوراة والإنجيل المحرفتين اللتين وصلتا إلينا الآن. هذا العهد القديم والعهد الجديد اللي اليهود والنصارى يطبعونهما أيضا فيه إشارات إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. مثلا هناك إشارة في التوراة هكذا: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جدا جدا وسيلد 12 عظيما وأؤخره لأمة عظيمة. هذا حسب نقل مجمع البيان في التوراة اللي موجود الآن. مثلا كذلك في الإنجيل الموجود الآن المحرف بشارة بالفارقليط. الفارقليط يعني المحمود. المسيح للحواريين ماذا قال؟ أنا سأذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنه نذيركم بجميع الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني ويشهد لي. إذن الصفة الرابعة لهذا الشخص الذي يجب عليهم أن يتبعونه أنه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الصفة الخامسة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طلاب الرئاسة هؤلاء حسب المصالح، إذا مصلحته مع المنكر يأمر بذلك المنكر، وإذا مصلحته مع المعروف يأمر بالمعروف. إذا مصلحته والمفسدة لحكمه خلاف الحق يتبع المصلحة أو حسب تلك المفسدة ويترك الحق. لكن الرسول من قبل الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، ما عنده مجاملة في الدين، ما عنده مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، كلا. نعم يجامل الناس، يداري الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا لجذبهم للهداية. أما يداهنهم على حساب الحق، كلا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. زين، قالوا يوم نعبد ربك يوم نعبد الأصنام، أنت هم ويانا مثلا فترة نعبد الأصنام وأنت معنا، فترة نعبد الرب وحده بدون أصنام وأنت معنا. كلا، هذا الطلب مرفوض. الحق ما يتبع أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. زين، شنو هو المعروف في هذه الآية؟ المعروف ما يقبله عرف العقلاء ويرتضيه. المنكر ما يرفضه العقلاء وينكرونه، لأن العقل هو حجة الله الباطنة والأنبياء حجة الله الظاهرة. زين، تجي إلى الرسول واحد غير مسلم، شنو تعاليمه؟ يأمر بالصدق، بالوفاء، بالعبادة كالصلاة والصوم، يأمر بكل خير. في المقابل كل منكر، السرقة، الزنا، أكل مال اليتيم، كذا كذا، ينهى عنه. هذه التعاليم الإنسان كثير منها بعقله يدركها، ليس كأصحاب الأهواء والمصالح حسب المصالح يدورون. الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يدور حسب المصالح، كان يدور حسب الحق الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. الرسول حينما كان في مكة وهو مستضعف لم يؤمن معه من أهل مكة وهم حوالي 10,000 إلا 200 شخص في طيلة هذه 13 سنة التي كان في مكة. لذا المهاجرون 200 شخص ليسوا أكثر حسب ما ورد في كتب السيرة. جاءه شيخ عشيرة قال أنا وقبيلتي ولقبيلتي كذا سياف، هؤلاء نأتي ونؤمن بك لكن بشرط. الشرط شنو هو؟ أن أكون أنا خليفتك، اتعينني خليفة لك. زين اذا واحد صاحب دنيا يقول الان انا مستضعف، كذا مقاتل سيكون معي وقبيلة تكون معي وانتصر على اعدائي، فلماذا لا اقبل؟ ولكل حادث حديث. هكذا يفعل اصحاب الدنيا. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ما ذلك إلي، تعيين الخليفة مو بيدي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. قال: زين إذن لا أؤمن، إحنا ما نقدر نجبرك على الإيمان، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وآله، جماعة إذا تحاربوا مع جماعة، تشوف الجماعات المتحاربة يحاولون ينكرون كل فضيلة للطرف الآخر ولو في آبائهم وأجدادهم. زين نجي إلى الإسلام، اليهود حاربوا رسول الله وحاكوا له المؤامرات وأرادوا قتله، واتفقوا مع الأعداء وغدروا ونقضوا العهود وفعلوا ما فعلوا، ولكن مع ذلك مقدسات اليهود، يعني الذين يقدسونهم من الأنبياء، القرآن احترمهم كلهم إلى اليوم الأخير، موسى ويحيى، موسى وزكريا وهارون وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط، كذا القرآن كلهم احترمهم. ولو كان أحد طالب سلطة يتحارب معهم لأنكر كل فضيلة لأجدادهم، أنه ذول يكذبون، ليس أجدادهم أنبياء وكذا 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 وكذا. لكن رسول الله لم يفعل ذلك، لأن الحق أن أجداد هؤلاء، لأن بنو إسرائيل أجداد هؤلاء إسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم، هؤلاء كانوا أنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. هسه الأجداد كانوا أنبياء، لكن قسم من الأحفاد ظلوا انحرفوا، مثل ابن نوح مثلا، ذاك بدون واسطة، هؤلاء مع واسطة. فعلى كل حال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. زين الصفة الأخرى السادسة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تحليل وتحريم ليس حسب الشهوات، التحليل والتحريم حسب ميزان. الطيب الواقعي حلال، الخبيث الواقعي حرام. المستلذات الحسنة حلال، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، أفضل الأطعمة، أفضل الأشربة، أفضل الأنكحة، إذا كانت حسنة واقعا ومستلذة ولكنها حسنة واقعا هي محللة. القرآن لم يحرم الزواج، لم يحرم تعدد الزواج، لم يحرم أكل الأطعمة اللذيذة، لم يحرم لبس الألبسة الفاخرة، إذا هي من حلال فكلها حلال عليك. نعم لا تتعلق بها، كن زاهدا، لأن الزهد ليس بمعنى أن لا تملك شيئا، الزهد بمعنى أن لا يملكك شيء، أنت لا تتعلق بهذه الدنيا، خلي تكون لك الدنيا، لكن لا تتعلق بها بحيث أنه إذا صار تعارض بينها وبين الدين تأخذ الدنيا وتترك الدين. الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، كلا. الطرف المقابل الخبائث، الذي خبيث واقعا، الإسلام يحرمه، الرسول يحرمه، ولا يجامل الناس ولا يداهن الناس في ذلك. الخمر الناس يستلذونها لكنها خبيث، بل من أخبث الخبائث، وكانت من الأمور الرائجة بين العرب بشدة، حتى أنه القرآن حرم الخمر في 3 مراحل حتى يهيئ الناس نفسيا لها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا آية مكية في سورة النحل فيها التلميح بأن السكر إذا كان بمعنى الإسكار بمعنى هذا مو رزق حسن، لأنه صار في مقابلة سكرا ورزقا حسنا. بعدين في المدينة نزلت آية أخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك في المرحلة النهائية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا خبيث لازم يحرم، وقد ذكرنا فيما مضى أن من خصائص الإسلام أنه ما عنده مجاملة ومداهنة، إذا شيء حق يقول له الناس قبلوا ولو ما قبلوا، وإذا شيء باطل ينكره سواء الناس قبلوا أو لم يقبلوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احنا ما ندور رضاهم، احنا ندور الحق. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هناك قيود اجتماعية عرفية حسب العادات، أفعال أثقلت كاهل الناس، وتروك قيدت الناس. الإنسان أحيانا يلتزم بأمور يفعلها وهي حمل ثقيل عليه. الرسول إجا ويضع عنهم إصرهم، هذه الأفعال التي هي حمل ثقيل عليك. الرسول قال: يا هذه ليس بواجبات، هذه اتركوها لعل بعضها محرمات، امتنعوا عنها. بعدين أكو أمور الإنسان ينبغي أن يفعلها، لكن العادات تقول لا تفعلها، التقاليد تقول لا تفعلها، مقيد الإنسان. والأغلال التي كانت عليهم فيضع عنهم إصرهم، إشارة إلى أن الأفعال الجاهلية التي الرسول نهى عنها أو بيّن أنه ليست بواجبة، والأغلال التي كانت عليهم إشارة إلى التروك، الأمور التي كانوا يحرمونها على أنفسهم ويتركونها وهي مباحة أو واجبة. زين، النتيجة الله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به صدقوه، أسلموا، وعزروه. عزروه يعني نصروه. التعزير في اللغة بمعنى النصرة. زين، قد يكون الإنسان تنصره بإعانته كما في هذه الآية، تعين الرسول صلى الله عليه وآله. أحيانا تنصره بمنعه عن المعاصي. الآن التعزير المتعارف في الألسن الضرب بالأصوات، يضربوا صوت مثلا 50 صوت 60 صوت 70 صوت، كل ما هو دون الحد يسمى تعزيرا. لماذا تعزير يسمى؟ لأن نصرة لهذا، هذا الإنسان شرب خمرا، هذا الإنسان ارتكب معصية، هذا الإنسان انتهك حرمة، فيضرب بالأصوات لكي لا يكرر. فهذا نصرة إله، لأنه إذا كرر معاصي تزداد، ولعله سيؤول أمره إلى الكفر، لكن إذا عاقبت مرة لعله يتوقف، فهذه نصرة إله. مثل ذاك الحديث اللي الرسول قال، هذه الكلمة اللي كانت متعارفة في الجاهلية قالها الرسول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم ننصره إيه معلوم، بس الظالم شلون؟ قال: ترده عن ظلمه، لا يظلم تمنعه عن ظلمه، هذا نصرة إله، لأنه أنت دا تمنع عن الحرام. فالتعزير بمعنى النصرة. فتعزير المؤمن هو نصره بإبعاده عما يضره، وتعزير المجرم هو نصره بإبعاده عما يضره. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه إلى مصداق هو القرآن الكريم. المصداق الآخر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي، كما يشير هذا الحديث إلى ذلك، ولعله تأويل. واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني شنو أنزل معه؟ لأنه كما ذكرنا الرسول وآل الرسول وكذلك القرآن، هؤلاء الرسول وآل الرسول كانوا أنوار حول العرش، فأنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا رحمة بالمؤمنين. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الرسول وآله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.